هنبتديها بملف الأمن القومي العربي. خليني أقرأ مع حضرتك أن دعم مصر الدائم للأشقاء في ليبيا كان واضح، وخصوصا امبارح وصل اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية إلى ليبيا لعقد لقاءات مع المسؤولين في طرابلس وبنغازي. كان في استقباله عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية وكبار المسؤولين. كمان التقى رئيس المخابرات العامة الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بالإضافة لي عقد لقاء مع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر في بنغازي. اللواء عباس كامل نقل للأشقاء في ليبيا تأكيد الرئيس السيسي على أهمية دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وإشادته بالدور اللي بتمارسه لجنة 5+5 العسكرية للحفاظ على استقرار الأوضاع الداخلية من خلال إجراءات بناء الثقة التي أنجزتها. أستاذ علي، مصر بتقف دائما خلف الشعب الليبي وحكومته الجديدة من أجل تعزيز الاستقرار في المنطقة، وده جزء من دور مصر المحوري في الإقليم بشكل عام. إلى أي مدى حضرتك شايف أن وقوف مصر بجانب الشعب الليبي والحكومة الجديدة أتت بثمارها؟ ده في المقام الأول. وتحليل حضرتك لزيارة رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل لطرابلس وبنغازي. في الحقيقة السيد الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية قام أمس بزيارة ناجحة إلى ليبيا، وذلك بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي له للقيام بهذه الزيارة. هذه الزيارة تأتي في إطار حرص مصر على العلاقات الوطيدة مع ليبيا وعلى مساندة الأشقاء الليبيين. الزيارة تأتي في إطار الحرص على دعم وتوطيد أواصر التعاون المشترك مع الأشقاء في ليبيا في كافة المجالات، وأيضا في إطار حرص مصر على تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا وسلامة ليبيا وسلامة الشعب الليبي. وفي هذا الإطار الأشقاء الليبيين أكدوا خلال هذه الزيارة، خلال لقائهم بالوزير عباس كامل سواء في طرابلس أو في بنغازي، أكدوا على تقديرهم واعتزازهم بهذا الدور المصري وإدراكهم لمدى أهمية هذا الدور الذي يعد الدور الرئيسي لدعم مسيرة الأمن والاستقرار في ليبيا. مصر لا تألو جهدا في مساندة الأشقاء الليبيين، ويمكن الجهود المصرية الدؤوبة التي قامت بها مصر بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي أسفرت بالفعل عن استقرار الأوضاع في ليبيا عما كانت عليه من ذي قبل. هناك دعم مصري لاستمرار المسيرة السياسية وإجراء الانتخابات المرتقبة بنهاية هذا العام. الحمد لله الجهود المصرية دائما ما تكلل بالنجاح مع الأشقاء العرب وبصفة خاصة في ليبيا. أكيد، وده بيأكد على دور مصر المحوري والريادي في المنطقة بشكل عام.